كشفت إدارة الغابات بولاية النيل الأزرق عن زيارة 5000 فدان ضمن خطتها، إلى جانب 7500 فدان عبر 500 جمعية من جمعيات إنتاج الصمغ العربي، لتضاف للمساحة الكلية للصمغ العربي المقدرة بأكثر من 800000 فدان. جاء ذلك خلال الاحتفال بالعيد 56 للشجرة. من جانبه ثمن مدير غابات النيل الأزرق دور الشراكات المجتمعية والإدارة الأهلية والأجهزة الإعلامية لدورها في عملية التثقيف المجتمعي وأثره في الحد من ظواهر التعدي السالب على الغابات بمختلف أشكاله، مشيرا إلى الخطوات المتبعة لزيادة إنتاج الصمغ المتمثلة في توفير مدخلات زراعة الهشاب وتمليك وسائل إنتاجية للمنتجين والجمعيات. في هذه الولاية عملنا على زراعة 10 مليون شتلة في مساحة 10,000 فدان، فيها 6,000 فدان في الغابات المحجوزة و4,000 فدان في الغابات أو في حزام الصمغ العربي مع أخواننا في الشركات الزراعية وأخواننا في المشاريع داخل وخارج التخطيط. عملنا على جمع 65 طن اللي هي حوالي 650 جوال من بذور الطلح والحشاب والصنط لولاية النيل الأزرق ولولايات أخرى مجاورة، حتى نعمل على إعادة الغطاء النباتي في ولاية النيل الأزرق وفي ولايات أخرى كثيرة مجاورة.